اختطاف طيار وباحثين وبلبلة دبلوماسية تحم الأجواء. قد تعتقد أن هذه الأحداث هي جزء من فيلم أكشن، إلا أنها حصلت في الواقع وأزالت الغبار عن أزمة سياسية تعود أصولها إلى ستينات القرن الماضي. عن ماذا نتحدث يا ترى؟ بابوا في غرب غينيا الجديدة. منعاً للارتباك سنطلعكم على الخريطة. تقع هذه الجزيرة في جنوب غرب المحيط الهادئ. دولة بابوا غينيا الجديدة تقع في الجزء الشرقي منها، أما الجزء الغربي فيدعى بابوا، وهو محط تركيزنا اليوم بسبب أزمة الرهائن التي انتشرت الأخبار عنها مؤخراً. ففي فبراير الماضي اختطف مقاتلون من بابوا طياراً نيوزيلندياً بعد هبوط طائرته في منطقة جبلية نائية، وبعدها بأيام اختطفت المجموعة باحثين أستراليين ومحليين. فماذا كانت مطالبهم؟ لنعرف الدوافع علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء قليلاً. بابوا كانت مستعمرة هولندية حتى عام 1962، وبعد انسحاب الهولنديين استغلت بابوا الفرصة وأعلنت استقلالها، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً بسبب فرض السلطات الإندونيسية سيطرتها على الإقليم في العام التالي. لمواجهة ذلك نشأت حركة بابوا الحرة المطالبة بالاستقلال، وكونت ذراعاً عسكرياً يدعى جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية. ومع ذلك أخضعت بابوا لسيطرة إندونيسيا رسمياً عام 1969 في تصويت نظمه الجيش الإندونيسي وأشرفت عليه الأمم المتحدة. مؤيدو الاستقلال اعتبروا الاندماج مع إندونيسيا غير شرعي، فبحسب الخبراء تم اختيار عدد قليل من الأشخاص وبشكل عشوائي، وتم تهديدهم بالسلاح للتصويت لصالح الاندماج. وبعدها استكملت الحكومة الإندونيسية برنامج الهجرة الذي كانت قد بدأته الحكومة الهولندية، وتم بموجبه نقل الأشخاص من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في إندونيسيا إلى مناطق أخرى أقل كثافة، منها بابوا. ومن هنا بدأت حرب العصابات القائمة حتى اليوم بين السكان الأصليين والسلطات الإندونيسية. ومنذ عام 2018 أصبحت هجمات جيش التحرير الوطني أكثر تكراراً، وعلى أثرها قامت إندونيسيا بتصنيفه كمنظمة إرهابية. قبل أزمة الرهائن الأخيرة هاجم مقاتلو جيش التحرير طائرات يعتقد أنها كانت تقل أفراداً وإمدادات إلى جاكرتا، وقامت المجموعة في السابق بشن هجمات ضد رجال الشرطة والجيش الإندونيسي، بالإضافة إلى استهداف المدنيين. بحسب صندوق النقد الدولي تعتبر بابوا غينيا الجديدة واحدة من بلدان العالم الغنية بالموارد الطبيعية، تشمل الزراعة والصيد والمعادن كالذهب والفضة والنحاس، وقد استثمرت الدولة عائدات النفط والغاز في بناء البنية التحتية، ما زاد من فرص الاستثمار الأجنبي في البلاد. برأيك هل من حل قريب لتهدئة الأوضاع الأمنية في بابوا؟